اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم حلقتنا الاستثنائيه اللي بنطلع بيها من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وبرحب بضيوفي الكابتن اسلام حسن كابتن الفريق وايضا احد نجوم هذا الجيل. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك يا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك، منور شاشه قناه النادي الاهلي. ربنا ينورك، ربنا يخليك تسلم. وطبعا برحب طبعا ضيفنا الوافد الجديد المنضم للنادي الاهلي الكابتن اسامه الجزيره، اللاعب التونسي طبعا المحترف بصفوف النادي الاهلي واللي وصل امبارح ولعب اول مباراه النهارده مع النادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. الله يخليك، اهلا بيك، شكرا على الاستضافه. منور مصر، وقول ايه يعني، مش هنقول برشا بقى، نقول منور مصر كتير بقى، خلاص انسى تونس. الله يخليك. ابتدي مع كابتن اسلام، يعني كابتن انت راجع من المنتخب، انا شايف طبعا وشك الاجهاد، يعني مش عايز اقول، يعني شايف المعسكر ده، يعني انت راجع منه جاهز، شايف هل كان وقته مهم، فايدك انت على لاعب على مستوى الشخص كاعداد للنادي ولا لا؟ بص طبعا انت كده كده انت في المنتخب بتاخد خبرات جديده وزياده، انت الفتره دي كمان بالنسبه للعيبه الدوليه مهمه جدا، انت داخل على فتره صعبه قوي، فتره كاس عالم وان هو في مصر، فالضغوطات عليك صحيح. عاليه، فاكيد مستوى بيعلى، وطبعا اكيد هو مؤثر ان الانسجام هيبقى ما بين الفرقه، هنا محتاج وقت كمان شويه، لكن كمستوى اللعيبه طبعا مستوى بيعلى طبعا يعني. صحيح. وانا شفت النهارده كان مباراه اللي هي بتلعبوا مع حدائق الاهرام، وكان في مباراه وديه امبارح، يمكن كابتن طارق مكثف الماتشات الوديه عشان النقطه اللي بتقول عليها دي. بالظبط كده، هو عاوز الانسجام يحصل بدري، طبعا مش هيحصل على طول، لكن بدانا فعلا النهارده احسن من امبارح، فكل يوم ان شاء الله هيبقى الموضوع ان شاء الله تبقى احسن بعد كل مباراه ان شاء الله. اسامه تعبتنا، اسامه اسامه جاي، لا مش جاي، اسامه جاي، يعني قول لي يعني المفاوضات خدت يعني راحت وجات كتير، ابتدت ازاي وايه اللي حصل؟ المشكله المفاوضات بدات مع التاجي، وانا باقي لي موسم معناتها مع التاجي، مانيش حر، ما انتش حر، فاضل سنه، لازم التاجي الكلمه الاولى والاخيره للتاجي. طبعا وفي الصيف احنا وقتها كان رئيس النادي مسافر معناتها بيصيف، معناتها الاهلي تبعث ايميل، تبعث تطلب حاجه من التاجي، الرد نتاعها بيطول شويه، ياخذ وقت طبعا. بس في الاخر الامور مشات سهله وكانت متفاهمين احنا من بس الاول. بس يمكن يا كابتن خلي بالك رغبتك ان انت تيجي النادي الاهلي دي حسمت برضو امور كتير. يعني الكلام ده صح ولا انا غلطان؟ كيف؟ رغبتك يعني انت كان عندك رغبه ان انت تنضم للنادي الاهلي، يمكن دي برضو سهلت علينا الدنيا شويه. اي صح، مسؤولين التجاجي تكلموا معايا سالوني عندك رغبه ولا، قلت لهم عندي رغبه كبيره، نادي الاهلي فريق كبير، اي لاعب يتمنى يلعب فيه، طموحات جديده، ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله ان شاء الله. كابتن يمكن الترجي والاهلي بينهم من بعض كتير. لقيت يعني مشكله مع جمهور الترجي من الاول، اول مفاوضات، فما في برشا معناتها جماهير من الترجي بعثوا لي رساليات، ليه ماشي، ليه اقعد في الترجي. يمكن الكره، ما هو جمهور الكره هو جمهور اليد اكيد، بس خلي بالك شوف احنا في طبعا يعني في دايما منافسه ومناوشات، بس هتلاقي في الاخر تونس ومصر تحس ان الجمهور واحد، تحس ان الدنيا بيننا وبين بعض ما نزعلش من بعض ابدا. مفيش تعصب. صحيح، مفيش تعصب. يعني في مناوشات زي الرياضه، بس مفيش تعصب. يعني ده لمسناه. طب خليني اقول لك ان انت برضو انت جاي يعني النادي الاهلي، واكيد عارف ان الاهلي ما بيقبلش في المركز الثاني، جاهز لده يا اسامه؟ يعني جاهز ان انت ان شاء الله تقدر طبعا يعني فريق الاهلي معناته فريق كبير في افريقيا، ويلعب على المراكز الاولى، على البطولات الكل، لازم يتوج بها، حاضرين للتحدي هذا وواعيين ان شاء الله. وانا شفتك النهارده في الماتش مركز جامد، ويعني ما يعني يعني شايفك طول الماتش مكشر ومركز، ويعني ما شاء الله عليك يعني، بس كنت ضحكت اهو. الله يخليك، ان شاء الله تبقى موسم كويس وتعمل موسم يعني ان شاء الله يبقى فيه بطولات كمان ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. كابتن اسلام يمكن ارجع لك لبقى، انتوا لعبتوا قصاد بعض في تونس صح كده؟ كان هو في الترجي تقريبا وانت كنت في الافريقي. لما بدات المفاوضات اكيد كان ليك دور، ما هو انت لعبت وشفت اللعيبه ودخلت وسطهم، فمع بدايه المفاوضات كان رايك ايه؟ بص هو يعني مجرد ما تقال لي اسم بصراحه انا يعني انا من الناس اللي فرحت جدا، فاكيد انا اتكلمت معاه، وهو على فكره هو فعلا رغبته هي حسمت الموضوع بشكل كبير، رغم من اول يوم انا حسيت ان هو نفسه يلعب معانا زي ما احنا نفسنا ان هو كان يبقى موجود معانا، اضافه كبيره لاي مكان. من ساعه ما كنا بنلعب ضد بعض وانا شايف ان فعلا في مستوى مختلف خالص، يعني هو مستواه عالي حتى عن اللعيبه التوانسه كتير،
كان كنا بنعمل حسابه كتير في الماتشات، فحاجه اضافه لينا، حاجه ان شاء الله تبقى فتح خير علينا وعليه. يمكن انا شفتك النهارده في الماتش يا كابتن، وعلى فكره وانت يعني واحنا بنتكلم اكيد هننزل لقطات من الماتش برضو يمكن او صور، كنت انت يعني حريص مع اسامه لما نزل يبقى في توجيه في كلام، يعني حسيت في ديالوج بينكم وبين بعض. بص اسامه كان عشان اول يوم جه امبارح فملحقش ان هو طبعا يحضر التكتيك معانا، فانا يعني لما لعبت معاهم انا عارف كام حاجه في تونس يعني كام تكتيك اسامي تكتيك، فكنت بحاول ان انا اسهل له الموضوع اكتر. حتى ما اتكلمت كابتن طارق اتكلم معايا قبل الماتش قال لي انت اللي هتلعب مع اسامه علشان يبقى الموضوع يعني مش غربه، ما يحسش بغربه بالنسبه له، ان يعني الموضوع هيبقى في الملعب اسهل شويه. بصراحه هو ما خدش وقت، يعني انا مجرد ما بقول له حاجه هو يعني يعني ما لقيناهاش بقى لنا كتير. هو ما شاء الله يعني انا بقول لك انا راجل مش بتاع يعرفها لوحده. شفت الديالوج اللي هو لعيب مؤثر ان شاء الله هيبقى هيفيدنا كتير ان شاء الله. اكيد ان شاء الله ومعاك شاء الله. اكيد انا متاكد هيبقى ان شاء الله في حته ثانيه باذن الله. انت المايسترو، ما انت اللي هتشغل كل الدنيا حبيبي. ربنا يكرمك يا رب. اسامه خليني اقول لك، انت دخلت النادي الاهلي، شوف احنا بنصور دلوقتي من النادي الاهلي، قول لي شعورك ايه وانت جاي، انت جيت من المطار ودخلت النادي الاهلي، وقعت فوق هنا طبعا مع كابتن رؤوف عبد الهادي مدير الشطر الرياضي، النادي الاهلي زي ما كنت بتسمع عنه ولا انت جيت قبل كده وشفت؟ يعني قول لي على اللحظات دي. والله سامع عنه معناتها برشا حاجات احترافيه كبيره، لكن كي وصلت وعشت وشفت ودخلت ما تلقيت حاجه اخرى، معناتها حاجه اكبر من اللي سامع عنه. ظروف ممتازه جدا، معناتها كل شيء موجود، كل شيء متوفر، الناس الكل تساعدك. ان شاء الله نفرحوهم وان شاء الله اكيد ان شاء الله. وعايز اقول لك ان هو جمهور النادي الاهلي فرحان بيك قوي، واكيد انت شفت الرد الفعل على السوشيال ميديا. واكيد يعني ده اكيد رسائل وصلت لك يعني، وكان في وشفت لك صوره وانت في مطار قرطاج وانت جاي برده نزلت يعني. يعني كلمني برده على الديالوج اللي حصل بينك او الكيمياء اللي حصل بينك مع جمهور الاهلي قبل ما تيجي. اول ما بدات المفاوضات تزمعت جاتني صدمه كبيره من الجمهور نتاع الاهلي، كل يوم فوق ال 100 رساله معناتها ميساج مسج شفت كل يوم كل يوم حاجه باهيه هذه. وعادي جدا فريق كبير باش يكون عنده جمهور. عايز اقول لك ان اللاعب رقم واحد عندنا هنا هو جمهور النادي الاهلي. والله اللاعب رقم واحد، انت هتحس لو الجمهور في ظهرك هتحس، ويعرف كل حاجه على اليد على السله على كل حاجه كل حاجه. ده انا عايز اقول لك ان انت نزل كل السي في بتاعك على على الصفحات من قبل ما ولا ايه؟ صح يا كابتن؟ ايوه صح. كله حتى اللي ما يعرفوش بيعملوا مجهود كبير جدا. فعلا والله بيعملوا مجهود، مهتمين فعلا بالالعاب دي الفتره دي كبير جدا. انت مش ملاحظ كده؟ ملاحظ ان الالعاب دي حتى بقى بيتابع بشكل كبير الجمهور النادي الاهلي فعلا. بص هو بيقول لك اتبعت له كذا مسج، انا اتبعت لي مليون مسج عليه هو بس. صح. قلت لهم والله يا ريت انا يعني نفسي. بقى اكيد هم كلموك واكيد قالوا لك طب دخل طب اعمل. وانت هم اكيد، ما هو خلي بالك الجمهور النادي الاهلي عايز دايما النادي الاهلي احسن حاجه. وخليني اقول لك ان والله جمهور الاهلي يعني اصبح بيفهم، يمكن يعني مش عايز اقول زي اللعيبه يعني، بس بقى تحس انه عايش معاك عشان قلبه على النادي. صحيح. قلبه حاسين ان هم نفسهم يكسبوا كل حاجه، فبيدخلوا جوه اللعبه كتير فبيفهموها فعلا. صحيح. فانت صحيح. في حاجات كتير بتتقال انا بحس كانهم هم لعبوا هاندبول قبل كده، في حاجه بحسها ان هم فعلا بيتعبوا فيها. طب اسلام هسالك سؤال يمكن سالته الكابتن ياسر، انا احب اخش كده دايركت على طول. انت شايف احنا السنه دي احسن ولا لا؟ احسن كتير. أحسن. بس يعني عاوز اقول لك انت انت فعلا كل سنه انت كنت يعني انت بقالك 3 سنين، انت اول سنه في الثلاث سنين دي اللي هو اتجمعنا كنا كلنا مسافرين واتجمعنا كسبت كل حاجه. تاني سنه انت كان 50-50 بينك وبين الزمالك، ثالث سنه انت ما كسبتش حاجه. صحيح. دي كانت يعتبر السنه الثانيه والثالثه بالنسبه للنادي الاهلي، دي كارثه وبالنسبه لنا كارثه. فانت عشان تقدر تقف على رجلك تاني محتاج ان انت تبني فريق من جديد. صحيح. وده اللي حصل. فاظن انت محتاج طبعا فتره ان انت تثبت للناس تاني ان انت واقف على ارض صلبه وان انت تقدر تكسب تاني. انا شايف ان الموسم ده ان شاء الله يبقى فتح خير علينا. صحيح. وانا برضو هسال اسامه نفس السؤال. اسامه انت يعني النهارده في الملعب يمكن اول ماتش ليك، وانا يعني برضو يعني تابعناه وكنا قاعدين بنتفرج، انت حاسس ان انت يعني فرقتك كامله الصفوف، حاسس حراسه المرمى بتاعتك، يعني كلمني احساسك، انت حاسس ان انت فعلا الفرقه تقدر تنافس على البطولات ولا لا؟ لا حاسس، مع تحسيس حسيت بالفرقة ممتازة، عندها إمكانيات كبيرة، شوية وقت متاع انسجام متاع تعود على اللعب مع بعض، وكل خاطر في برشا لعيبة كانوا في المنتخب،
فتره صغيره ان شاء الله متاع تدريبات متاع نتكلم مع بعض في كره اليد في الامور الفنيه ان شاء الله والاداء يتحسن ان شاء الله من مباراه لمباراه ان شاء الله. كابتن انت متابع علي معلول ولا لا؟ علي معلول معلول متابعه لما جيت للنادي الكل يحكيوا على معلول. طب ما قابلتوش انت لغايه دلوقتي؟ لا ما خبرتوش. هتقابله؟ طب انت كنت في تونس متابعه ولا لما جيت؟ لا في تونس ما كناش، هو خاطر كان بعيد في صفاقس وانا في العاصمه تقريبا. انا عايز اقول لك علي معلول معشوق الجماهير هنا حبيبنا. يعني علول لسه بيقول لك يعني بقول لك يعني التوانسه هنا وامين روزيه لعيب الباسكت لعب معايا هنا وانا شرفت لعبت معاه طبعا وخدنا دوري. يعني اللعيبه التوانسه هنا في النادي الاهلي بالذات بيبقى ليهم يعني وضع صح يا كابتن ولا غلط؟ تحس ان هم منا يعني شكلنا شبهنا يعني بتهيألي حتى لو انت ما تعرفوش بيخش وسط الفرقه بسرعه صح؟ ده حقيقة. لا ده حقيقه فعلا. يعني احنا بقالنا فترات احنا كل المحترفين اللي بتيجي توانسه لان احنا حاسين الموضوع احسن يعني بالنسبه لنا. ونتمنى يعني انت حتى تحس بده يعني يعني ان شاء الله مع الوقت هتحس ان فعلا انت انا عندي يومين تو ما حسيت عادي ما حسيتش بغربه كبيره ولا ظبطت اكلك وكده ولا لسه؟ انا فتحت سيره الاكل طبعا لان هو اللعيب اول ما بيغير حياته اكبر مشكله هو الاكل. ما فيش اختلاف كبير. بتطبخ انت الاول؟ بتعرف تطبخ ولا لا؟ في حاجات خفيفة بطبخها خفيف. لحم مشوي رز. طب ناوي تعمل كده هنا ولا هجيب كله من بره؟ لا لا في البيت. في البيت؟ لا في البيت. تحب تطبخ في البيت؟ في البيت. خلي بالك انت برضو في تونس كنت عايش وسط اهلك بتاع مش عارف ايه. لا انا ما تمنش مستانس حتى في تونس ناكل برا مش متعود. مش متعود. في البيت خير. انما هنا الاكل انت حاسس ان ما فيش مشكله. انتوا بتحبوا الاكل المصري؟ انا بموت في الاكل المصري. خاصه شو اسمه ايه اكتر اكله بقى قول لي؟ الفول. الفول؟ لا ده احنا بص ملوك الفول هتنبسط. في تربص في الاردن بتحبه؟ بتحبه. ايه تاني غير الفول؟ لا كاو فول ها؟ كليت كان فول. فول طعميه محترف مش هكلفكم حاجه يا كابتن يعني محترف. بص بيقول لك انا الفول بحبه. بص فطار غدا عشا فول لغايه ما تلاقي نفسك مش فاهم حاجه يعني عايز اقول لك ان المحترفين لما بيجوا انت عارف بس فول ده انت كده ده انت لقطه يا كابتن يعني موضوع ممكن. وعلى فكره برضو ما الطعميه اقول له داخل فيها فول برضو. لا هيكتشف هو الطعميه. ما شنو طعميه؟ ما تكتشفها تلاقيها هيجيبوا لك. هيجيب لك اسلام. لا بص اسلام مش هيسيبك بس مش عايزك فول كتير خلي بالك برضو عشان برضو ايه يعني لازم الغذاء برضو مهم من كل الانواع. طبعا يعني يعني هو بيقول بس اكله بتحبه. طب خليني اسالك برضو سؤال يعني هل عندك وقت فاضي مثلا ممكن اسلام ياخدك تروحوا مثلا تسهروا في حته ممكن تروحوا مثلا الاهرامات عندك تخطيط لده ولا ما عندكش؟ والله عندي نحب نشوف الاهرامات خاطر حاجه معناتها عالميه السياح الكل يجي يشوفوها عادي ان شاء الله في يوم اجازه ولا حكايه. ده انت لو خدت اجازه اصلا صح ولا لا؟ لا الفتره هذه صعب في برشا مباريات وبطولات ما تصورش. لا بس ان شاء الله تاخد اجازه مش عايزك برضو اقفلك من الفرقه بدري ان شاء الله تاخد. بس قول لي يا اسلام يعني هو كابتن طارق قعد معاكم يمكن كابتن ياسر قال لي انه قعد معاكم واداكم دي باي دي لغايه ان شاء الله لو شاركنا في افريقيا هيبقى الوضع ايه بالظبط. الكلام ده حصل وكان تعليقك ايه انت كابتن الفريق؟ بص هي كانت اول مره يعني بالنسبه لي بقى لها فتره ان كابتن طارق اداني في الاجتماع اللي فات كذا ورقه لغايه تقريبا اخر ماتش في الموسم يعني اداني فترات التمرين والراحه وكل حاجه فدي كانت بالنسبه لي جديده وحاجه مميزه ويعني وان شاء الله يعني هتفيدنا ان اللعيبه تبقى عارفه هي عارفة هتعمل ايه بالظبط عامل ازاي بالزبط. وده بيفيد كتير لعيبه بصراحه يعني هو تقريبا شارك الفريق في الاعداد. دي احنا بنطالب بيها بقالنا كتير جدا في كل حته بصراحه. يمكن حسام العناني كل حاجه حسام العناني برضو بيساعد في الموضوع ده خلي بالك دكتور طبعا كابتن حسام العناني اللي هو الاعداد البدني فارق كتير جدا يعني فارق كمان مش بدني بس ان هو بدني احترافي اللي هو كل مشكله في جسم واحد هو فاهمها وبيحاول يعني يلعب عليها يلعب عليها ويحاول يعد اللعيب ده كويس بالظبط كده. اسامه يمكن برضو كان صباعك كان مجزوع لعبت في الترجي اخر 3 4 دقايق عملت طفره في الفرقه الحمد لله النهارده زي الفل تمام بتلعب باريحيه كامله يعني كانت الناس قلقانه من الموضوع ده انت برضو يعني بدنيا الحمد لله سليم ما عندكش اي حاجه يعني الموضوع اي اصابات اي حاجه الحمد لله لا حاضر بدنيا طبعا الجمهور بس انا عارف طبعا بس احنا بنحب نطمن الجمهور في نهائي الكاس في تونس معناتها صار لي خلع في في صباعي لا الحمد لله الطبيب بالوقت معناتها وده طبيعي في اليد اصلا عادي طبيعي. جدا لا كل لعبه عنيفه انا النهارده يا كابتن شفت فاول اتعمل على اسامه انا قلت اسامه هيقوم
يكسر الصاله، ده مش فاول طبيعي يعني. كان يمكن في اخر الماتش او قبل اخر الماتش لعبه عنيفه برضو يا كابتن، يعني انتوا بتلعبوا لعبه يعني ممكن تتصاب من وانت مش عايز يعني ولا ايه ولا رايك؟ احنا متعودين على كده يعني، هي اللعبه انت فعلا احنا بنحس ان احنا لو ما اتضربناش مش هنعرف نلعب، دي مصيبه. والله فعلا في اللعيبه يعني في فرق بتلعبها بتحس ان هي سلبيه قوي، ما فيهاش في الاحتكاك ما تعرفش تلعب معاهم. لازم عمق واحتكاكات. احنا حاسين بنحس بكده، ان انت بتحس بنفسك. كابتن اصاباتكم يعني انت الكتف السنه، انا عارف انا بقالي سنه تقريبا قاعد في البيت. فهي الاصابات بس بتاعت ربنا، انت بتلعب ما هو خلي بالك، انت لو يعني حسيت ان انت عاوز تخلي بالك على نفسك مش هتعرف تلعب وهتتصاب. فهي الفكره في اللعبه دي الاندفاع البدني كبير فيها، فده طبيعي. صحيح. يعني بص بتقول على اسامه الخبطه دي خبطه جامده، هو بالنسبه له كانت عادي، كسر الصاله بالنسبه له عادي. عارف لو هو فعلا مش عاديه انت كنت ممكن تحس فعلا بنرفزه، لكن هي دي ده اسلوب الهاندبول. صحيح. صحيح. بس قول لي يا اسامه، يعني انا برضو اتفرجت عليك حسيت ان هو، ويمكن اسلام ياكد كلامي، حسيت انت يعني من اكتر اللعيبه اللي شفتهم بيشغل دماغه، يعني مش يعني ما انتش يعني، لا بحس ان في يعني لمسات ذهنيه او كده بتاع هاندبول يا كابتن هيثم. صح كده انت بتاع هاندبول. شفت بقى يعني خلاص يا كابتن انا هبطل بقى خلاص. لا بامانه يعني حسيت منه لمسه واتنين بيبان يا كابتن، ده راجل بيشغل دماغه في الملعب. صح يا كابتن انا غلطان؟ ايه في بعض الاوقات لازم الدماغ تشتغل، في بعض الاوقات لازم. لا حد قال لك الكلام ده قبل كده يعني؟ لا قال لي، قال لك الكلام ده يعني. أنا يعني متكون خاطر في جمعية الحمامات، قبل التجاكي كنت في الحمامات، وانا اللعب الكل على الامور الفنيه، على تشغيل الدماغ، على يعني. انا بقول لك انا حسيت ده في الملعب، وحسيت انت بشغل مخك كويس قوي ما شاء الله. واللعيبه من النوايا دي يا اسلام تبقى صعب ان انت تلعب. الهاندبول الحديثه مفيش حاجه اسمها صانع العاب صريح. صح. اللعيب اللي يفيدك فعلا اللي هو بيبدا كمان الهجمات، هو سما من نوع الباكات القليله اللي هي بتبدا الهجمه، مش مستني بلاي ميكر هو اللي يعملها له. صح. دي بتريح بلاي ميكر نفسه، ان في ماتشات يعني احنا مثلا ماتش الزمالك ممكن انا اتعب جسمانيا كتير، ان انا كل هجمه بتبداها، فان يبقى لعيبه ثانيه بتعرف تبدا هجمات دي بتريحك كتير في الماتش. صحيح. هو سما من الناس دي فعلا بيلعب بدماغه وبيبدا الهجمات، بتفرق كتير جدا معاك. يعني هو تقريبا الربع ساعه اللي لعبناها انا ارتحت كتير يعني. صحيح. وخليني برضو اقول لك يا اسلام حاجه مهمه برضو من ضمن الحاجات الحمد لله اللي مريحانا شويه، ويمكن اسامه يشاركنا في الكلام ده، حراسه المرمى. يعني عمر ما الاهلي مر عليه عصر في حراسه المرمى ما شاء الله، يا رب يا رب يحميهم الثلاثه، مر بهذا المستوى في حراسه المرمى. بالظبط. انت بص يعني كل الجوان طبعا اللي جت قبل كده يعني اكيد طبعا كل احترام كبيره طبعا. لكن ان انت يجي لك ثلاث حراس وكمان سنهم صغير وكلهم مميزين في منتخباتهم وعالميا، دي بالنسبه لنا اول مره فعلا تحصل. صحيح. ففايدنا كتير. وانت يعني الميزه ان ثلاث حراس مش هتلاقي في ماتش ان الثلاثه اكيد مش موجودين يعني. حتى لو اثنين في الثالث. صح. حاجه. صح. كبيره يعني، ويمكن خدوا خبرات على سنهم الصغير يعني، واخدين خبرات. بالظبط كده. عصام الطيار لعب كتير دوليا، طه منتخبات شباب وحارس ما شاء الله عليه. وحمايد احسن جول في العالم طبعا. طبعًا. في طبعًا. الناشئين. فالموضوع بالنسبه لك حاضر ومستقبل يعني. طب اسامه اسالك سؤال بقى، انت وانت بتلعب قصاد منتخب تونس قدام منتخب مصر، يعني انت في منتخب تونس لعبت في الجابون ولعبت بقى هنا في مصر، مين اللعيب اللي انت شايفه يعني كان في منتخب مصر يعني ما بحبش امسكه يعني مش عايز العب قصاده اللعيب ده، مين؟ ما انا في الدفاع هو في الهجوم. يعني انت بتدافع وهو بيهاجم، مين؟ في اسلام والاحمر. والاحمر دول انت بتبقى يعني احمد الاحمر طبعا واسلام. طب العكس بقى، وانت بتهاجم ولعيبه بتدافع، مين اللي بتبقى مش عايز تروح من عنده؟ المصري. المصري اهو جالك يا عم في الفرقه. احنا بص احنا عرفنا ده رايك وقلنا نجيبك مع المصري يا باشا، عشان ايه ما يبقاش يعني المصري كنت ما تحبش تخش عليه في الدايره. ممتاز. لا ما شاء الله عليه يعني، وتد في الدايره يعني. يا اسلام يعني انت متعب، انت طلعت بقى. لا على فكره والموضوع بالعكس فعلا كمان، مش عشان هو قاعد والله، احنا بنبقى عاملين حسابه كتير في المنتخب. ومصري بقى على فكره العالم كله بيعملوا له حساب كتير. تلاقي كل التكتيك بتاع العالم يبعده عن المصري. ان هو ما شاء الله عليه كان معاكم في معسكر المنتخب، مدافع مش قوي بس مدافع قوي وذكي. فدي وزكي. كانت يعني يمكن المصري كمان ما شاء الله في ميزه برضو، انا ما بتابع على قد يعني. ما شاء الله يا رب يحميه، رجليه قويه. ما شاء الله عليه. يعني هو يعني مصري كمان من النوع القليل قوي في العالم اللي هو بدنيا كويس وبيفكر. يعني صح دي قليله. تلاقي حتى الناس البدنيه ما بتفكرش كتير. لا خلاص التفكير بيقل. لا هو كمان صح من النوع اللي هو بيفكر بشد الناس حواليه، تحس ان الدفاع مقفول. لا مصري ما شاء الله. وكمان يا كابتن الدايره بالذات الناس فاكره الدايره زق بالايدين بس.
لا عايزه رجلين جامده جدا طبعا طبعا. لا انت لا انت حمل اللعيبه انت بتدافع على الفرقه كلها. يعني المصري بامانه يعني لا انا النهارده الحمد لله اطمنت عليه وكان برضو عامل ماتش كويس قوي قوي. واول يوم بعد اصابه على فكره المصري النهارده ما شاء الله اول يوم بعد اصابه ما شاء الله. فرجع طب هو كان ايه اللي عنده يا كابتن؟ جاله سبرين انكل قوي في المنتخب قعد بقاله اسبوعين مريح النهارده اول يوم يعني أول ما شاء الله مستوى ما شاء الله هو لا انا الحقيقه انا ما حسيتش انه كان مصاب يعني بالظبط كده الحمد لله. طب يعني برضو قول لي يا اسامه يعني انت برضو اللعيبه المحترفه بيبقى في التمرين بيلعب بنفس شراسه الجيم بنفس الشراسه بتاعه الماتش او الجيم الماتش. ليه؟ لان هو ده تمرينك انت لو لعبت لو لعبت بسوفت يعني في التمرين الماتش مش هتعرف تأدي كده صح. فرقه الاهلي كده ولا لا؟ اي انا عادي تحس ان انت التمرين بيبقى انا ما اتمرنتش انت لسه ما اتمرنتش لسه النهارده انت جيت امبارح صحيح النهارده اول ماتش ليك اول ماتش طيب يعني انت تتمنى ان تلاقي ده في الفرقه ولا انت عايز برضو تحافظ على نفسك ولا عايز التمرينه تبقى قويه بنفس درجه الماتش؟ لا لازم باش تكون حاضر وفي المباريات لازمك تتمرن مع تتمرن 100% انت ما يعني فيش زر بعدك اش تنزل عليه في الماتش بس خلي بالك في لعيبه يقولك يعني معلش اسلام في لعيبه يعني في التمرين لا اتمرن جامد بس ما تعورش يعني بالذات المحترفين انا بساله عشان كده يعني انت لما تخاف من التعور حتعور بالظبط يعني بتهيالي يعني اكيد ده الفكر الطبيعي يعني واكيد الفرقه لما هتبقى عاليه في التمرين اكيد ده هيبقى في الماتش اكيد يعني عادي. طب قول لي يا كابتن يعني انت برضو يعني الحمد لله خمس صفقات دخلنا فيهم في اسم او اتنين كنت ممكن تتمنى يبقى موجودين مين يا كابتن وخلينا اسم واحد؟ لا بص يعني انا اتمنى بصراحه دلوقتي عمر سامي يعني اتمنى ان هو يبقى معانا جناح مميز وفي نفس الوقت صغير في السن وليه مستقبل كبير وهيفيدنا كتير ان شاء الله. طبعا اللي موجودين طبعا كاستيلو احنا بنقول ايه بنقول يعني في المستقبل لكن هو اضافه انا كبلاي ميكر ما اقدرش ان انا العب لوحدي طول السنه لازم يبقى معايا بلاي ميكر قوي كمان فدي حاجه بتزيد من المنافسه وان انت مستواك يعلى لكن لو لوحدك مش هتحس ان مستواك والله على كلامك والله بجد والله بجد بجد يعني نموذج لكابتن الفريق ربنا يخليك والله انا بشكرك يا كابتن اسلام نورتني وشرفتني وانا سعيد جدا جدا ان انا بحضرتك ربنا يخليك وان شاء الله ما يبقاش اخر لقاء ان شاء الله ان شاء الله حبيبي يا كابتن هيثم اسامه الجزيري نورتنا ونورت مصر والنادي الاهلي الله يخليك كابتن شكرا على الاستضافه وان شاء الله نتقابل مره اخرى متشكرين شكرا جزيلا الله يخليك. اعزائي المشاهدين استمروا معنا ان شاء الله مكملين معاكم هيكون معنا طبعا الكابتن عمر ياسين ومحسن رمضان طبعا الصفقتين اللي انضموا لنادي الاهلي انتظروا معانا ان شاء الله لقاءات كتير مع الصفقات الجديده بالنادي الاهلي لكره اليد ابقوا معنا.